سياسة الأبواب المفتوحة أمام اللاجئين السوريين التي انتهجتها أنقرة طوال 5 سنوات تتجه إلى نهايتها، فبعد إغلاقها المعابر الحدودية المشتركة منذ يونيو الماضي أمام الفارين من الحرب الدائرة، يدخل قرار فرض تأشيرة دخول على السوريين الراغبين في دخولها جوا أو بحرا حيز التنفيذ. قرار يخشى أن يسمى في تفاقم معاناة العائلات السورية المشتتة بين تركيا ودول الجوار لا سيما لبنان والأردن، بينما وضعه مراقبون في إطار تطبيق الاتفاق الأوروبي التركي لمنع تدفق اللاجئين الذين وصل عددهم إلى 1,700,000 سوري. الخارجية التركية وصفت القرار بالضروري لوقف الهجرة غير المشروعة في إشارة إلى أهم أحد بنود الاتفاق الأخير الرامي إلى وقف تدفق اللاجئين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها مقابل منح الأخيرة عددا من المكاسب كإلغاء تأشيرة الدخول عن الأتراك الراغبين في السفر إلى منطقة شنغن وفتح ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى جانب تقديم مساعدات مالية للاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها بقيمة 3 مليارات يورو. في حين على الراغبين في الحصول على التأشيرة مراجعة السفارات وقنصليات الدول المجاورة، لا سيما أن السفارة التركية مغلقة في دمشق، كما أن الذهاب إلى لبنان للحصول على تأشيرة دخول إلى تركيا تعيقه الكثير من الإجراءات التي اتخذتها بيروت في سبيل منع دخول السوريين. هذا وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 800,000 شخص عبروا البحر إلى اليونان من تركيا عام 2015 معظمهم من السوريين. زينب خرفاتي، العربية.